حسابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: ما أفضل أنواع البر بالنسبة للوالد المتوفى؟ وهل هناك عبادات محددة للبر بالميت غير الحج والعمرة مثلا؟ ثم الصدقة، هل من الأفضل التصدق بها عاجلا أم تؤخر قليلا كبناء المساجد؟ أنواع البر بالميت للوالد بعد موته كثيرة، منها أولا المبادرة بتنفيذ وصيته إذا كانت على حدود الشرع، ثانيا القيام بتسديد ديونه، بل تسديد الديون أول قبل الوصية، يبادر أولا بتسديد ديونه التي عليه لله أو للناس، ثانيا الوصية، تنفيذ وصيته الشرعية، ثالثا التصدق عنه من مال طيب، رابعا الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه، خامسا الحج عنه والعمرة عنه بما في ذلك من الأجر العظيم، سادسا صلة الأرحام المتعلقة بالوالد من الأقارب ممن تجمعك وإياهم قرابة متصلة بالوالد، فهذا يكون من بر الوالد. سابعا من بر الميت أو من بر الوالد بعد موته مواصلة أصدقائه الذين كانوا يصادقونه في حياته، فإن من بر الوالد صلة أصدقائه. نعم.